كاميرا سيدتي تسلط الضوء في مشاركة ضيف الشرف لهذا العام دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاء خاص بعمير النقبي الممثلة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين. نتابع التقرير. وفي معرض الكتاب في دورته الحالية ضيف الشرف دولة الإمارات العربية في جناحها المتميز من حيث الإصدارات ومن حيث الكتب ومن حيث الفعاليات الحية. نتابع. أستاذ أمير، حضرتك الممثل للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عارفين أكثر على هذا المجلس؟ هذا المجلس تأسس من 2010، وهدفنا من المجلس أن نحن نشجع الأطفال على القراءة ونقربهم للكتاب والقصص الممتعة. نسوي فعاليات وورش قرائية للأطفال واليافعين، بالإضافة للمبادراتنا الثانية اللي هي تختص في أدب الطفل، من مثل جائزة اتصالات لكتاب الطفل، هذه أكبر جائزة في الوطن العربي موجهة للناشرين. كل سنة عندنا كتب تفوز خمس فئات أو خمس كتب تفوز عندنا في الجائزة، اللي هي أفضل شيء تكون في الوطن العربي، ونحن نرشحها حق أولياء الأمور، أن أولياء الأمور المشرفين المكتبات أن يقرونها حق الأطفال. هل الآن تحسي أنه الأطفال تحديدا صار عندهم إقبال أو عندهم شغف بالكتاب أكثر من الآيباد؟ نعم، خاصة من بعد فترة طلع عندنا تحدي القراءة العربي، فمن بعد هالفترة لاحظنا تغيير في الأطفال، أن كلهم راحوا يتوجهون للكتاب، رجعوا للكتاب وقاموا يقرون أكثر، وخلاص عرفوا شو هو المجال، عرفوا شو هو القراءة، وأصبحوا يقرون أكثر. أكيد تتفقي معايا، مهما وصلنا ومهما تطورنا، لكن زي إحساس وملمس إنه يكون كتاب في يدك ما في، صح؟ طبعاً، لأن حتى يوم سألناهم هالسؤال للأطفال قلنا لهم شو تفضلون، هل الكتاب الملموس أو الكتاب الإلكتروني؟ صراحة أغلبيتهم فضلوا الكتاب الملموس، قالوا ناخذه ويانا كل مكان نحن نقدر نروحه، ما يحتاج للإنترنت أو شحن عشان يقدرون يكملون القصة في أي مكان يبغونها. طيب أستاذ أميرة، أنا شايفة هنا حاجة جميلة أنتم عاملينها، غرد وتقهوة، تكلمينا عنها. هذا جهاز موجود في الجناح الإماراتي. كيف شفتي الإقبال والتفاعل على قسم أو على سكشن قناة ماجد في معرض الكتاب في الرياض؟ الصراحة أنا انصدمت، يعني هني أول مرة أشارك في الرياض، فكانت صدمة، وصدمة حلوة أن أشوف أن الأطفال السعوديين وايد متفاعلين معانا، خصوصا أن أنا انصدمت أنهم يعرفون مجلة ماجد. أنا عن نفسي حسبت أن مجلة ماجد معروفة بس بالإمارات، بس ما شاء الله أشوف عليها إقبال كبير هني عندكم في السعودية، ويحبونها الأطفال اللي عندكم هني. ومعنا أستاذ أحمد خميس، مذيع في قناة ماجد، قناة الطفولة. أستاذ أحمد، إيش بالضبط تقدم في قناة ماجد؟ أنا مقدم برامج وأيضاً مقدم فعاليات، وعادة يكون أنا مشاعل دائماً في هذا الفعاليات الجميلة مثل معرض الكتاب، وكان عندي برنامج افتح يا صندوق، برنامج مسابقات، وكان البرنامج عبارة عن أكثر شيء نتعرف على الناس ونسألهم يعني نسألهم عن دولة الإمارات بشكل عام، الخليج العربي. في إقبال شديد يعني على المعرض، ومن كافة الفئات العمرية والعالم تطلع ومحملة بكتب،
كنت اتوقع ان احنا وصلنا لفتره انه البي دي اف او السوفت وير الغاها، بس لا، في كثير ناس ما زالوا متمسكين بالكتاب نفسه او باللغه الاصليه. الشيء الاخر المميز لمعرض هذا العام انه هو طبعا اكثر تنظيم من الاعوام السابقه بمراحل. الشيء الاخر اللي هو الضيف المميز دوله الامارات العربيه الشقيقه، جناحها جدا مميز، يحكي التاريخ، الأصالة، والعلاقات التي تجمع البلدين. المعرض كله إيجابية. جامعة الكتاب والكل في الرياض مبسوط فيه ويحتفل فيه، وطبعا القراءة مش بس حصرا على الكبار، كان للصغار دور كبير في معرض الكتاب هذه السنة وكان لهم نصيب الأكبر منها. طبعا أرحب بضيفي في الأستوديو أنور الواصل، المدير التنفيذي بمكتبة القارئ الصغير. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا سعيد بإضافتكم. يعني مكتبة القارئ الصغير كانت عبارة عن كذا شغلة، شركة قلت لي ومبادرة، صحيح؟ حكيني أكثر تفاصيل عنها. احنا في مكتبة القارئ الصغير مكتبة عبارة عن نخدم الطفل من أشهره الأولى حتى سن 13 سنة. حلو. هي عبارة عن جزئين، الجزء الأول نقدم فيها كتب وأدوات تعليمية بالإضافة إلى أدوات إلى ألعاب ثقافية تعليمية. في هذا البارت نخدم من الأشهر لحتى 13 سنة. أما في البارت الثاني عبارة عن دورات تدريبية ورش عمل للأطفال من سن 5 سنوات إلى سن 13 سنة. نقيم الدورات في الهندسة وفي علوم مختلفة بالإضافة إلى فن الرسم وأيضا التأليف والكتابة. كيف تقدر تخدموا الأطفال اللي من بداية الأشهر؟ أنت قلت الأشهر الأولى، كيف تقدروا؟ الأشهر هي عبارة عن أدوات تعليمية للأشهر. لو لاحظتي أن الرضيع بالعادة بعد 3 شهور قصدك؟ أيوة. تقريبا من شهرين إلى 3 وطالع يكون فيه الإدراك، هنا يبدأ يتعلم الإدراك وكيف في البداية. صح. أول شيء يتوجه له النور. صح. طيب بعد كذا في الأدوات التعليمية أغلبها تكون من الخارج مستوردة، هي عبارة عن تعليم للإدراك، فالنور يتحرك من جهة لجهة أو باللمس بحيث أنه يتعرف بالأشياء. جميل. حلو أنه هذا مثلا قزاز، هذا جلد مثلا ثعبان وكذا. تحمست له اللعبة هذه. طب خليني أسألك كمان، يعني متى بدأت هذه الفكرة ومين اللي بيكون خلفها؟ بداية الفكرة كانت في نهاية 2016، حطت طوبة البداية الأستاذة وعد العرافج. بعد كذا اجتمع الفريق كامل، بدأنا فيها بداية من معرض الكتاب السنة اللي راحت، هي الانطلاقة الرسمية لنا، فحاليا نحن نحتفل بسنوياتنا. جميل. كل عام بخير. وانت بخير. خلال السنة هذه صار فيها إنجازات كثيرة، نظمنا معرض الكتاب في الجوف بالإضافة إلى مسك الخير حكاية مسك 1 و2 في الرياض، وبالإضافة إلى حكاية مسك في تبوك أيضا. جميل. حلو. طيب أستاذ أنور، برأيك إيش أهمية القراءة بالنسبة للطفل، وإيش المسابقات التحفيزية اللي أنتوا بتقوموا فيها عشان يعني تحببوا الطفل في القراءة؟ نقول إيش بتعملوا؟ طيب بصراحة هذا النطاق كامل وأهمية القراءة لا يختلف عليها اثنين طبعاً. هي منار المعرفة والعلم. أوكي. لكن من نظرتنا حنا في البداية نشوف القراءة هي اختيار، فإذا قدرنا نوصل الطفل لأنه يختار القراءة بغض النظر عن الملهيات، سواء الكتاب، سواء الأيباد واللابتوب والبلايستيشن. من هذا هو اللي أنا كنت أبغى أسألك، هو إحنا الآن في زمن مختلف تماماً عن أزماننا إحنا. صح. الطفل صار بيستسهل انه يكون معاه ايباد ويجلس يقرا منه، بالرغم انه في بعض الاطفال يقول لك لا بالعكس، انا يكون في يدي كتاب ما احتاج انترنت، ما احتاج واي فاي عشان اقرا. بس فعلا الان كل الاطفال ينزل الكتاب بي دي اف ويجلس يقرا عادي. هذا ما في فرق بين اني افتح على الكتاب او افتح على البي دي اف، هو في النهايه متعه. خوفت انه الكتاب يكون في يدك هو متعه، ممكن يوفر هنا فلوس الورق وكذا، لكن الاختيار، اختيار انه يفتح الكتاب سواء بصفته الالكترونيه او بصفته الورقيه، صحيح، هو هذا اللي نبغاه منه على أساس يدخل في العلم، بحيث أنه يبدأ يتعلم من حيث ما انتهى الآخرون. التجربة تبدأ بعد ما لهو يقرأ مثلا في العلوم، فإنه يركب مخلطاته على بعض،
واتوقع بنتك في البيت حاسه لك المطبخ اكثر مره عشان تجرب شيء جديد. حلو. فهذا احنا اللي نبغاه، ان نبغاه خلاص هي عرفت ان لما تحط المركب هذا مع المركب هذا ينفجر، خلاص انا ما راح اسويه، راح اسوي شيء جديد. انت جالس بتقولي مثلا بنتك او ابنك بيعملوا الاشياء دي في البيت. صحيح. هم بيعملوها بس للاسف بيفتحوا الايباد من اليوتيوب كيف نحط الاشياء دي على بعض، مش من كتاب. طيب، لكن في كتب تفيد الشيء هذا اساس كذا احنا موجودين. احنا عشان نقول لهم الكتب تراها موجوده، وفي اشياء مو موجوده في اليوتيوب، حتى لو بحثت عنها ما راح تلقاها في اليوتيوب، موجوده عندنا. حلو. فدوراتنا التدريبيه فيها مواضيع تحفز على القراءه ومسابقات للقارئ الصغير من عندنا. جميل. كمان أنور، هذه المبادرة تم تكريمها من قبل وزارة الثقافة والإعلام. إيه نعم. كأحدى أفضل 5 مبادرات قرائية في الرياض. كيف شايف أنت أهمية الدعم ده من وزارة الثقافة والإعلام، سواء كان دعم معنوي بالتكريم أو دعم مادي من قبل الوزارة بشكل عام؟ بصراحة اللهم لك الحمد، هذا خير تكريم للمجهود السنة راحت. ف حاليا اقول انه افضل جائزه ممكن تاخذها تكريم المجهود لمده سنه كامله تشتغل فيه. فكون الشخص يلاقي تكريم للعمل اللي اشتغل عليه الفتره اللي راحت، فهذا جدا محفز انه يستمر. ومن هذا المنبر صراحه اشكر وزير الثقافه والاعلام معالي الدكتور عواد العواد، وبالاضافه الى الوكيل الدكتور عبد الرحمن العاصم، كانوا من أكثر الناس المحفزين لنا طوال الفترة اللي راحت، وبالإضافة إلى الفريق القوي جداً، فريق مكتب القارئ الصغير. يعني يعطيكم العافية أنور. إحنا نعرف أنه دائماً معرض الكتاب يحتفى به، لو تكلمنا كيف كانت مشاركتكم أنتم في معرض الكتاب وإيش الشغلات اللي قدمتوها؟ صراحة هذه أكثر فعالية على طول السنة نحترق شوقاً أن نحضرها. أي. بصراحة احنا اخذنا موجود الحين عندنا بوث على نفس اللاين اللي مقابل الصلاة. من خلال السنة هذه حاولنا نرسم البهجة على وجوه الاطفال، حيث اننا نوزع لهم كور مكتوب عليها اسمائهم ويمكن يرسمون عليها بعض الاشياء، بالاضافة الى تعريف عن مبادراتنا بالضبط وايش احنا راح نسوي خلال السنوات القادمة ان شاء الله. جميل. طب أستاذ أنور، في رحلات أنتم بتقوموا فيها للأطفال لمعرض الكتاب، إيش الإجراءات اللي بتصير بحيث أنه تقدر أي أم تسجل طفلة في هذه الرحلات؟ تمام. الرحلات كلها عبارة عن رحلة ثقافية، تقريبا كنا نخطط لها من السنة اللي راحت. السنة اللي راحت شاركنا في معرض الكتاب، ولكن واجهنا أكثر شيء أن الأولياء الأمور كلهم مو بعارفين أو ما عندهم المعرفة الشاملة بدور النشر حق الأطفال. هم عارفين دور النشر الكبار، لكن للصغار بالنسبة لهم مجهولة نوعا ما. ففريقنا متخصص في رياض الأطفال وفي الطفولة بشكل عام، فكل هذه بالنسبة لهم شيء معلوم. فهم يأخذون الطفل، يأخذون جولة كاملة على معرض الكتاب، بعد كذا بناء على أسئلة يسألها عضو الفريق للطفل يعرف اهتماماته وين توجهه بالضبط، فيعطيه الكتب المحددة له. طبعا احنا نطلب من أولياء الأمر، هي الرحلة مجانية، لكن نطلب من ولي الأمر انه يحط بادجت للابن يشترك كتب، يا اما انه 30 50 او 100 ريال، بحيث انه نشتري بالميزانية هذه اللي اعطانا اياها ولي الأمر، بحيث انه ما يصير على تكلفة عالية او شيء زي كذا. يعني ما شاء الله صار لكم سنة لحد حين مع تكريم ودعم من وزارة الثقافة والإعلام، غير طبعا المجهودات القوية اللي بيقوم فيها فريق القارئ الصغير. خليني أسألك، الأشخاص اللي أنت ساعدتهم الأطفال الصغار، كم شخص إلى الآن أنت ساعدته؟ الحمد لله خلال 2017 اشتغلنا مع أكثر من 20,000 طفل. أصدرنا أكثر من 24 كتاب للطفل. نعم. يعني عندنا أكثر من 24 طفل راوي. ما شاء الله. طبعا الكتب عبارة عن قصص صغيرة معها مصورة تصوير قصصي. لو لاحظنا قبل شيء تكلمنا عن ماجد. حلو. ماجد هو قصة مرسومة. صح. حلو. فهم صلحوا زي ماجد بس إنها بتأليفهم تدقيق الإملاء الخاص بالطفل، بالإضافة إلى الرسم، ما فيها أي تدخل مننا، بس إحنا حطيناها على الكمبيوتر وطبعناها لهم بشكل مرتب. وإحنا نقول الأولياء الأمور ممكن تأخذ one step، تأخذ لدور النشر، إحنا ممكن نوصلك مع دور النشر بحيث أنك تطبع بشكل احترافي. جميل جدا. طيب السؤال الأخير أستاذ أنور، تطلعاتكم المستقبلية وإيش الشيء اللي أنتم تطمحوا ليه؟
قلت لك انا احنا قدمنا 2017 20,000 طفل، لكن هذا مو بمقياس لنا. ان شاء الله خلال 2018 بخطه مدروسه راح نخدم اكثر من 40,000 طفل، راح نقرا ان شاء الله اكثر من 60,000 كتاب. برافو. راح نطور اكثر من 60,000 موهبه للطفل، وان شاء الله في 2019 راح تكون نخدم اكثر من 70,000 طفل، وبنطور اكثر من 120,000 مهاره، بالإضافة يعني إلى 140,000 كتاب. يعني ما شاء الله، يعني ورجعت تتكلم بعشرات الألوف. وأكيد بتواجهوا كثير من الصعوبات وإنتوا قدها، وأتوقع أن المستقبل رح يكون مبهر وزاهر بوجود فئة تهتم فعلا بالقراءة وخصوصا للأطفال واليافعين. أنور الواصل، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا كريم الدعوة. مشاهدينا حنطلع فاصل نرجع نكمل باقي الفقرات.